ما عرفتش منين غنبدا. مرحبا فاطمة الزهراء، تفضلي، حنا كاملين تنسمعوك عاودي لك هذاك الشيء اللي دار. مرحبا فاطمة الزهراء. خويا انا تزوجت كنت عندي 18 عام. تزوجت انا الزواج نتاع الوالدين. السيد ما تنعرفو ما تيعرفني، تلاقاو في القهوة مع بابا الله يرحمه. يعني الناس يقولوا بنت زوينة وتقدر تضيع وعاطية العين وهذا، خصك تزوجها. عندي 18 عام تزوجت بسيد عنده 41 عام. كتسمعني خويا؟ تسمعك تسمعك فاطمة الزهراء. تزوجت بها خويا، المهم كنا ساكنين حنايا في العربية والحمد لله على دارنا عندنا هادايا. وتزوجت من العربية للمدينة، ما عارفة والو، ما عارفة حتى شي حاجة. المهم السيد في الاول كان تيقول لك يعني انت تعاشري مع خوتي، ما عنده لا مولا با، ما عجبكش الحال تخوي من عندهم ندير لك دارك بوحديتك. المهم بقيت بحال هكاك، مشيت عشت معاهم تقريبا نص العام الاول، نص الشهر الاول ما تفهمتش انا ودوك الناس، ناس كبارين عليا وانا باقا في الله صغيره، ما تفهمتش انا وياهم. صافي بقيت مني منهم، هزيت حوايجي مشيت حالاتي لدارنا، جاو تبعوني ردوني قهوه، قال لهم بنت صغيره ما باتش تولد وانا بغيت الاولاد وبغيت وبغيت. المهم عاودوا بزو عليا حتى الاولاد، لا خصك تولدي خصك ديري خصك. قلت ماشي مشكل، كما على هاد الناس هادو نخليهم للخاطر الا ولدت شي بنيت ولا شي وليد. يعني المهم درت، المهم 19 عام انا كنت حامله، كنت حامله. المهم ولدت عندي وليد، ولدت في دارنا، يعني قنت عندهم الوحم نتاعي وهذا، مشيت في حالتي لدارنا حتى ولدت. جاو داوني ما بحال ديني شي قط ولا هذا. المهم ذوك الناس بحال ما حاملينش انهم كاع يديوني، يعني زادو كرهوني منين انا زدت ولدت. المهم بقيت بحال هكاك، رجعت دوزت الاسبوع نتاعي كل مره ما انا ما عارفه حتى شي حاجه، ما عارفاش كيفاش غادي ندير لذاك الوليد، ما عارفه لا نرضعه ولا نبدل ولا ندوش له، ما عارفه ندير له حتى شي حاجه. هما ماشي من دوك الناس اللي جاوا يدقوا عليا في بيتي ويقولوا لي واش نعاونوك. ليل كامل وانا فايقه وبالنهار فاش نبغي الناس شي ماما مسكينه تبدل ولدي وهذايا، يجيو هما يفيقوا عليا، يخليو ماما تمشي ويجيو هما يفيقوا عليا. صافي تعصبت وهذايا، هزيت ولدي مشيت في حالاتي. قلت لهم، قلت لبابا اما غادي تخليني عندك اما غندير شي حاجه في راسي، نحرك بنتك ونحرك بنت نتاعهم هما على ولدهم. تخيل معايا، طلعت مع الخمسه نتاع العشيه، هبطني بابا في حالاتي لداري مع العشرة الصباح، قال لي رجعي لدارك. كيفاش رجع لدوز؟ زوجتيني بزز وخليتوني نولد بزز ورجع لداري بزز. قال لك رجعي لدارك. رجعت جلست دار ولدي تقريبا شي 5 شهور، مابقيتش قادره نصبر على داك التعامل اللي كانوا كيتعاملوا معايا دوك الناس، لا كسوا لا حتى شي. تخيل ما كاينش شي حد اللي تيقول لك انا تنجلس بالجوع في الدار، انا كنت كنجلس بالجوع في ديك الدار. المهم بقينا على داك الحال، دار ولدي 5 شهور، هزيتهم مشيت في حالاتي. قلت لهم هذه اخر مره تردوني لديك الدار، انا ما بقيتش باغا نرجع، انا ما بغيت والو، بغيت انا غير نجلس في دارنا كيف كنت شحال هادي. صافي بقيت بحال هكاك، جلست تقريبا شي عام ونص انا ما مطلقاش. صافي ما كيسولوا لا في ولدي لا في شي حاجه، لا حليب لا يكوش لا والو. تبعت المحكمه نتاعي، درت في الدعوه نتاع السكن المستقل. المهم باش دي لي داري بوحدي، شي حكمت عليه المحكمه ما بغاش. بقينا بحال هكاك عام ونص، ما انا مزوجه ما انا مطلقه. بابا مسكين كان ديك الوقيته دار غير كروسه نتاع الحلوه، كان كيبيع في جي تيرمينيس نتاع طوبيس، تيتقاتل مع الزمان وتيتقاتل معايا وهذايا. حنا ثلاثه نتاع الخوت، الصغير فينا دابا عنده 15 عام. المهم بقينا بحال هكاك، خرجت نخدم، مشيت تنخدم في الفلاحه، مشيت حدا تنتقاتل على الحليب اللي يكوش. بابا مسكين طاح مرض واحد المرضة خايبة. صافي ما بقاش كيشوف بعينيه، رغم انه كان مسكين صغير في اللاش، كانت عنده بابا شي 44 عام، ما بقاش يشوف بعينيه. صافي رجعت كنتقاتل غير على الدواء والحليب وليكوش وهذايا، حتى دار ولدي 3 سنين وانا في دارنا باقا بلا طلاق. كل مرة ونعيط له في التليفون وهذايا، تيقول لك شكون انتيا باش نسمح انا في خوتي ونتبعك انتيا؟ تنقولوا انا بنت الناس، ولكن هذا اللي جبت معايا راه ولدكم. شي ولدي بوحديتي، تيقول لي فاش يطلع لك في الراس وجيبيه لينا.
انا ما قديتش المحفول ديما تنسمح فيه حتى شي حاجه. المهم بقينا بحال هكا تنتقات المره نخدم في القهاوي ومره نخدم في ريستورات. تدار ولدي 3 سنين مات بابا الله يرحمه. فاش توفى بابا الله يرحمه قا واخا خويا كان فهم كان خدام بالضعف وهذايا ما كانش تعاوني. فاش مات بابا الله يرحمه يعني واخا فاش كان مريض كنت كنحس بشويه ديال الامان. فاش مات رجع صوتك كله تيتقطع. نتمنى كلشي بطريقه قلقيه. واحد اللقطه غير ديما افكر لك شي بلاصه فيها كونيكسيون. خويا كتسمعني دابا فاطمه زهره؟ دابا تنسمعك. كملي فاطمه زهره. قلت لك صافي كلشي ولا طامع فيا. انا قبل ما يموت بابا الله يرحمه قال لي بنتي داك الراجل ماشي تعلمي عشرة صافي ما ترجعيش ما تهزيش ولدك وترجعي بقاي عايشه هنا مع امك واخوك مع خويا الصغير حيت خويا الكبير ما كانش معانا. صافي بقيت فاش مات داست 40 مشيت رفعت الدعوة نتاع الطلاق سمحت في كل شيء من غير حق ولدي. صافي طلقت رجعت كل مرة نخدم في قهوة كل مرة في هذا. تخيل معايا بقوة الطمع اللي طمعت فيا عائلتي ولاد عائلتي ما نقدرش نوصف لك الشعور اللي كنت وليت كان شعر به. كيفاش الطمع؟ صافي راك عارف كيفاش الطمع؟ كل شيء طمع فيا. تخيل معايا حتى من حد عماماتي لا بالدراري ولا بالعيالات. تخيل معايا من حد عماماتي كانوا تيبيعوا فيا وتيشريو. كيفاش يبيعوا فيك ويشريو؟ تتقول لي اجي تمشي معايا لهاد البلاصه ونمشي معاها وتجي ويقول لها شي واحد عجبتني هذيك تتقول له بنت خويا راه يلاه مات خويا وراه عندها ولد وعندها وتقول لي سيري هذاك راه غيتهلا فيك وغادي يدير لك وغادي يفعل لك فهمتي؟ باش تنجي انا تنكون معاك حيت ما كانش عندي شي حل اخر. فهمتي يعني كان عندي ولدي. مهم بقيت بحال هكا يا تقول لك عمتي جيت تمشي معايا للسوق جيت تمشي معايا حيت انا خويا واخا كان موظف كان تيقول لي انا ما حيت خويا كانوا عنده جوج نتاع الوليدات تيقول لك انا ما غاديش نحيد لولادي ونعطيك فهمتي. مهم صافي بقيت بحال هكاك كل مرة في بلاصة كل مرة في هذا وعمتي كل مرة تعيط لي يلاه هي معايا لهنا يلاه هي معايا لهنا. صافي بقينا هكاك حتى لواحد المرة كان خويا خرج من الخدمة ديالو اللي كان كيخدم فيها ما بقاش تيخدم يعني استقل من الخدمة نتاعتو حيت مرتو كانت كتقول له راه اختك راه عندها الفلوس راه لاباس عليها راه هذا راه هذا. فجا قال لك منين كتخدمي تخدمي علينا كاملين ولا سيري في حالتك من هاد الدار شوفي فين هادي تمشي. يعني انا ولدي ما كاينش اللي غادي يربيه ليا يعني فاش كان بابا الله يرحمه كان عازل علينا فاش مات جاب ولادو لعندنا. صافي بقينا بحال هذاك الحال خرج من الخدمه ديالته وكان تندبزو ضربني الوجهين فاطمه الزهره عافاك خليك في شي بلاصه فيها كونيكسيون. فاطمه الزهره يا فاطمه الزهره فاطمه الزهره فاطمه الزهره الو الو عافاك شي بلاصه فيها كونيكسيون قلتي خليناها في ضربك في عينيك. اها كتسمعني دابا خويا؟ تنسمعك فاطمه الزهره. المهم ضربك في عينيك. اها المهم صافي بقيت ضربني من الحاجب ديالي حتى لي شكون هذا خوك؟ درت حشرات على الغرزات. خويا واش ضربك؟ صافي بقينا واش ضربك بعدا؟ والو لقى عندي واحد الورقه بحال واحد الكونت مازال ما عندي فيه والو يلاه باش انني ندفع على النفقه نتاعي باش تبقى دوز لي الحساب ديالي نتاع ولدي حيت كانت حكمت لي محكمه ب 700 درهم للشهر. يلاه حليت داك الكونت باش نبقى نتعاون به. جا هو لقى دوك الوراق قال لي عندك الفلوس ومخبياهم. انا نطقت قلت له ماشي سوقك انت ماشي شغلك هادوك رزقي ورزق ولدي هذا هو ضربني مزيان. صافي بقيت بحال هكاك وعمتي تتصوني عليا وهذا نمشي انا وياها نمشي للسوق. صافي عافاك خليك في شي بلاصه فيها كونيكسيون. عافاك حاولي تبدلي البلاصه. الاخوان كلشي دير بارطاج يلاه كلشي اي واحد يتفرج بارطاج. الله يسعدك والله يفرحك. الاخوان خرج تاكد واش كاين القليب ديالك ورجع. الا ما كاينش شوف اللي كاينين كتب لي اه واللي ما كاين اللي كاينين كتب لي رقم واحد واللي ما اللي تحيدات لي كتب رقم جوج. فاطمه الزهراء هضري عافاك تسمعني خويا؟ تنسمعك كملي يا فاطمه الزهراء.
المهم اخويا قلت لك بقيت على داك الحال، كل مره تكون انا غادا للدار يتعرض لي عمي يقول لي عطيني شي 50 درهم ولا هدايا، يعني باش انه ما يجيش يهجم علينا في الدار. تنجبد انا ديك 50 درهم ولا 20 درهم اللي كان عندي تنقسمو انا وياه باش يعني يعطيني اتساع ما يتعرضليش بالليل ولا هذا. صافي بقيت واحد النهار عييت من داك الشيء اللي كانوا كيت. صراحة باينة قصاصة تألم. تعاملوا معي فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة. أنا عييت وي خويا. عافاك خليك شي بلاصة فيها الكونكسيون ما سمعناكش كل شيء. خلينا غير في عييت. وشو عييت. فاطمة الزهرة يا فاطمة الزهرة خليك شي بلاصة فيها الكونكسيون عافاك. فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة تسمعيني اختي؟ عافاك لا والو تيتقطع تيتقطع اختي عافاك خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون واخا فاطمة الزهرة عافاك بدلي البلاصه اختي بدلي البلاصه اللي كان ممكن دابا مزيان؟ لا والو ما مزيانش والو الو مزيان؟ مازال اختي والو فاطمة الزهرة والو سمعني والو فاطمة الزهرة هضري دابا الو كتسمعني دابا مزيان كملي يا فاطمة الزهرة قلت لك اخويا قلت لهم تنقول لهم انا عييت صغير بعدو مني انا عطوني شي ارتساع وبقيت مغا منكم والو ما تعيطوا لي حتى على شي حاجه خلوني نقابل ولدي بغيت نرجع غير الخدمه اللي كنت كنخدمها بغيت نرجع غير نلقاها واحد كنت كنلقى الناس كنبقى فيهم تيعاونوني غير عطوني اتساع. المهم بقيت بحال هكاك بقيت بحال هكاك ناض خويا مشى عزل علينا دمرتو ولادو سكنهم في المدينه بقينا بحال هكاك رجعت خدامه في القهوه رجعت هدايا بزاف نتاع الحوايج تنقيت في ذاتي. الو تسمعك كملي بقيت في ذاتي رجعت عطيها وقت لولدي رجعت هدايا يعني داك الشيء خويت منه واخا بقاو كيصونيو عليا وهذا ميكت عليهم. المهم في 2020 في 2021 خويا الله يرحمه دارك الصيدة. الو تسمعوا كملي بات خويا الكبير هذا اللي كان عندك معاه المشاكل هذا اللي كان عندي مع المشاكل دارك صيدا مات خلى جوج نتاع الوليدات. المهم بقينا بحال هكا دوزنا ديك الجنازه احنا بعدا قبل ما يموت خويا عفوا قبل ما يموت خويا نهضو دعاونا عماماتي وجداتي حتى بالدار اللي حنا اللي بنا بابا الله يرحمه اللي بنا بابا الله يرحمه بناها في الملك نتاع عمو نتاع جداتي بناها في الملك نتاع جداتي ما كتبهاتلوش يعني غير عطاتو فيني بني عطاتو غير بالفم ما كتبهاتلوش واخا فاش كان مريض كنقولو له قولها تكتب لك تيقول لك امي ما تغدرنيش يعني فاش كنت انا معاهم ودبروا لي على شي واحد ما كانش هماهم ديك الدار نهار قلت لهم بعدو مني بغيت نتعبت بغيت نتنقى في ذاتي يعني 26 عام راه ماشي شي لاج لي انايا غادي نبقى نهز داك الشيء كامل وهذا ونخرج من هنا ومن هنا غير بعدو مني ناضو حرجوا جداتي علينا ودعاتنا. المهم بقوة ما خويا صافي بقى فيه الحال وبقى فيه هذا علاش دعتنا هكاك كيش سكر وهذا المهم مشى دارك صيدا مات خلى جوج نتاع الوليدات نهار ثلاث ايام نتاع خويا الله يرحمه كانت عندي انا الجلسة نتاع الدار الجلسة الثالثة مشيت حضرت الجلسة جيت لقيتهم كلهم في الدار بديت تنغوت قلت لهم انا غادي نجري عليهم بداو كيرغبوني ما تجري عليهم ما حتى شي حاجة صافي خليهم تتبعي الجلسة نتاعتك حتى تشوفي شنو كاين وهما خليهم منهم الله. واحد عمتي تقول لك الا انا في يدي كل شيء تقدري تقولي لي اه وتجي لي عندي انا نخليها تنازل على ديك الدعوه يعني انا تنقول شنو بغيتي عندي انا خليني دابا انا ولدي عنده 8 سنين عندي عندي 28 عام شنو بغيتو عندي خلوني نربي ولدي انا تيكبر انا ولدي تيكبر ما بغيتوش غادي يقولوا لنا شوفوا ماماك شوف ماماك شنو كانت كدير يعني يكفي انه واخا يسمع ديك الهضره يكون كان باقي صغير ديك اللحظه
اما دابا ولدي انا تيكبر ولدي تيعرف بزاف د الحوايج. ولدي راه يخرج معايا غير في الطريق وكان كيشوف فيا شي حد ولا تبعني شي حد بالطوموبيل تيبغي ياكل ريت. من بعد تنقول له انا هي بعدو مني ما بغيت والو. احنا في القانون انا حنا شدينا 12 شهد واخا كانوا تحيدوا لنا داك 12 شهد بان ماشي حنا اللي بنينا ديك الدار، ولكن الحمد لله يعني نخزن فوق كلشي. المحكمه وقفات معنا واخا حنا باقيين غاديين في المحكمه. طلبات لينا 10 نتاع المليون، قالت لي الا بغيتوني نكتب لكم ديك الدار وما نلحقكمش لازم تعطوني 10 نتاع المليون. حنا ماما مسكينه كتخدم هي في الموقف على خويا كيقرا، انا تنخدم هي في القهاوي على ولدي وعلى ولاد خويا، حيت ولاد خويا واخا امهم تتخدم. يعني قلت لك انا ما عندي ما ندير دوك الدراري، هادوك الدراري ولادكم انا ما بغيتهمش. رمات لينا جوج نتاع الدراري وعلى خويا وولدي هما اربعه، يعني حنا مقاتلين على الزمان فهمتي، حنا مقاتلين على الزمان. بابا ما تيقولك وحده بعد وحده، ملي تقولك الا بغيتيني انا ما يبقاش داك المشكل في المحكمه غير اجي لعندي، اجي لعندي انا غادي نقولها تنازل على هذيك الدعوه. حنا تنقولوا لهم شوفوا غير الله ولهاد الدراري اليتامى، احنا ما قديناش على الكره، احنا يلا تنتكافوا مع ولادنا، احنا ما قديناش على الكره. راعي ولينا شي شويه جدتي فاش كنمشي لعندها تنقول لها حنا راه انا راني بنت ولدك وتهاد راه ولد ولدك، تقول لي داكشي اللي بيناتنا حنا دفناه، ما بقات بيناتنا حتى شي حاجه اللي بيننا حنا دفناه، يعني سيري شوفي شنو غادي ديري. تنقول لها واش نسيتي كاع داكشي كامل اللي كنت كندير، نمشي للسوق ونمشي انا وبنتك واخا كنت كنبيع لحمي ونجي ونجيب تقضيه لهنا ونجيب تقضيه لولدي، واش نسيتي كلشي؟ تزوك بينك وبين عمتك، انا ما عرفتك شنو بنتي كديري انت وياها. يعني احنا الحاجه الوحيده اللي بقات فينا هي ان دارنا ضيعنا فيها رزقنا، ضيعنا فيها بزاف نتاع الحوايج، وما بغاو يخرجوها بغاو يخرجونا منها، بغاو يشردوا لينا ولادنا. ولدي غادي يعيش في الزنقه، ولاد خويا غادي يعيشوا في الزنقه، احنا كنا غادي نعيشوا في الزنقه. يعني تنقول لهم انا شنو بغيتو من عندنا؟ شنو درت لكم انايا؟ حتى انا بغيت نتنقى من ذاتي، حيت انا شفت ولدي تيكبر ما بغيتش نعيش في ديك الطريق، ما بغيتش. الو هذا هو المشكل اخويا، هذا هو المشكل اللي عندي، وهذا هو المشكل اللي ما نكذبش عليه. لسان قلت فوق ما توصل ليا المحكمه، فوق ما توصل ليا الشهر نتاع المحكمه، تنقول يا ربي واش شنو غادي يكون في الحكم، شنو غادي يقولوا لي هاد النهار؟ نهار تيقولوا لي راه ماشي الحكم هذايا، مازال الحكم عاد ترتاح. تنقول الحمد لله باقي عندنا الامل اننا حنا باقيين عايشين في دارنا. وحاليا شنو تديري؟ خويا حنا خدامه غير في قهوه، ماما مسكينه تتخدم في الفلاحه، تنكاف حالها ولدي انني نقريه ونوصلوا لشي حاجه اللي انا ما وصلتش ليهم. هادشي اللي كاين، ولاد خويا واحد كيقرا في مدرسه، واحد مازال باقي صغير يلا عنده 4 سنين، وخويا دابا عنده 15 عام صغير. اذا تقدري تقول لنا مدينه فين تتسكني؟ احنا خويا الحاجب. هاك غير جارتي اختي بياك. انا غير فران وحدك. احنا خويا بالحاجب. الى شي واحد بغى الرقم ديالك، بغى يعاونك في خدمه، بغى يعاونك في شي حاجه، نعطيو الرقم. مرحبا خويا. اللي بغى الرقم ديال فاطمه زهرا يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي اغ اي سباس اش اي ال ا ال اي. كتب لي بغيت الرقم ديال فاطمه زهرا من مدينه الحاجب ونعطيكم الرقم ديالها.